كمان وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة ماستر فيريرا برنامج تدريبي خاص لطارق حامد لاعب الوسط، وده على هامش المران امبارح بملعب النادي. طبعا أدى اللاعب تدريبات تأهيلية وبدنية داخل الجيم تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، وبناء عليه قرر ماستر فيريرا إعطاء طارق حامد راحة من التدريبات الجماعية امبارح مع اكتفائه بأداء التدريبات في صالة الجيم، خاصة أنه للأسف هيغيب عن اللقاء القادم أمام طلائع الجيش للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. طبعا ده اللي قعدنا نحضر منه، فكرة الإنذارات الكتير اللي بدون داعي. الماتش طبعا اللي فات خسرنا إمام عاشور، الماتش الجاي خسرانين طارق حامد، يعني مباراتين في انطلاقة الدور الثاني بلا خط الوسط الأساسي بسبب الإنذارات. فده اللي حذرنا منه ولسه بنحذر منه، وعلى لعيبة أن هم ياخدوا بالهم من حاجة زي كده.